السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم راح تكون ايضا كما هو العنوان خدميه، في موقع هو تابع الى مكتب رئيس الوزراء بشكل مباشر. من مهامه حسب ما قرات عنه وبحثت عنه قبل ان يكون ضيف عزيز علينا احد الاشخاص المهمين في هذا المكان، يختص بالتواصل مع الناس، بل يكون بين الناس. مجموعه حملات تقيمها مؤسسه في داخل مكتب رئيس الوزراء. هذا التفاعل الهدف من عده هو الهاشتاك اللي انطلق في بدايه تاسيس هذه الحكومه، هو بخدمتكم. طبعاً مع العلم برنامج بخدمتكم صار لي 7 سنوات. أفرح بصراحة أن الكل تتعاون من أجل خدمة الناس، وهذا الهدف. وأنا قايلها يمكن في عدة حلقات، إن كان في برنامج المعقب أو لا الآن في برنامج بخدمتكم، أقول أتمنى من الله أن تقضى جميع حوائج الناس حتى ألغي هذا البرنامج. ممكن أروح أنتقل إلى برنامج رياضي، برنامج اجتماعي ترفيهي، أي برنامج يعني يكون محطة لاستراحة النفس البشرية أو النفس المواطن العراقي. لكن المعوقات موجودة، الإشكاليات موجودة، الفساد المستشري موجود. آلية وتنفيذ القضاء على هاي الآفة إن شاء الله دا أشوفها بالمنهاج الحكومي موجود، لكن تطبق على أرض الواقع أم لا، هذا تبقى إرادة وقوة وهيمنة الحكومة وسلطة الدولة. فبالتالي عملية متشعبة مترامية الأطراف تحتاج إلى أن ليس يكون فقط رئيس الوزراء هو اليد الضاربة، بل تكون كل مؤسسات الدولة وأصغر موظف كعنوان وظيفي أن يكون أيضا هو يد مع الآخرين لتقوية وبسط هيمنة الدولة، أو مو فقط الدولة، هيمنة الحكومة على كل مقدرات هذا البلد. والله بلد غني، والله بلد بخير من الله، وين ما تخلي إيدك فهو ذهب. لكن من يقود هذا البلد؟ وهذا التساؤل الكبير اللي كل إنسان هسه يشوفنا على الشاشة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يقول هاي الخيرات منو يجي حتى يقود البلد إلى بر الأمان. الحمد لله أكو فوارق كبيرة جدا ما بين 2003 إلى 2014 والطائفية وداعش وغير داعش. سبحان الله العراق مر بعدة مراحل ومرحلة أقسى من مرحلة، لكن الحمد لله الآن أكو بارقة أمل. ما أقول لكم كل الأمل، لأنك بارقة أمل بأنه نتلمس شيء، نبصر نورا في نهاية النفق. تحياتنا مرة أخرى إليكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي لهذا اليوم الأستاذ قاسم البديري، عضو فريق التواصل الحكومي ونائب رئيس حملة بيد أهلنا. نرحب بك أجمل ترحيب أستاذ قاسم. الله يحفظك دكتور، ونشكرك على الاستضافة وعلى موضوعكم الحلو حتى نوضح بعض الأمور الخاصة في فريقنا وحملات. جزاكم الله خير. أول يمكن مجهدين يمكن بهذا العمل. الحمد لله، احنا مثل ما تعرف انه برنامجك بخدمتكم، فتعرف خدمتكم يعني شنو، وانت صار لك 7 سنوات مثل ما قلت، احنا صار لنا 1.5 سنة تقريبا في خدمتكم، فانت تعرف يعني اللي في خدمتكم شنو يراد. احسنتم، واحنا ان شاء الله ايد بيد وياكم ان شاء الله، واتمنى تكون هاي التكامليه تطلع بالنتاج تخدم بها المواطن. انا حسب ما قريت عن الموضوع عندكم ما شاء الله يعني اكو عمل، لكن هل هو ظاهر للعيان؟ انا يعني انا كمتابع اعلامي ما شفت بصراحه كاعلام ان يظهر بهذا المستوى وفق الجهد الموجود دا اشوفه، يعني على الارض على الواقع. انتم عندكم زيارات، عندكم حملات، عندكم كذا، يمكن راح نستطرق بها ان شاء الله اثناء الحديث. لكن خل الناس تعرف، احنا واجبنا كاعلام نظهر للعالم شنو هاي فريق التواصل الحكومي اصلا. خلينا نعرف شنو فريق التواصل الحكومي. احنا التقينا بالاخ
العربي وتحدث لنا عن بعض الامور اللي تخص هذا الجهد، لكن فريق الاستاذ منعم اعتقد نعم الى مدى ابعد. خلينا نتعرف اولا على هذا الموضوع. فريق التواصل الحكومي شكل بامر ديواني في 20 تموز لعام 2023. طبعا بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شاع السوداني. كان الهدف من تشكيل هذا الفريق هو لسماع شكاوى المواطنين وطلباتهم وحلول سريعه والابتعاد عن التاخير والبيروقراطيه. هذا من جانب. من جانب اخر وجد لتعزيز الثقه بين المواطن والمسؤول. تعرف دكتور السنوات السابقه تكاد تكون الثقه معدومه بين المسؤول وبين المواطن. فاحنا دورنا اليوم احنا مو بديل للوزارات، لكن مرات نكون حلقه وصل ما بين المواطن والمسؤول، مرات نكون حلقه وصل ما بين مسؤول ومسؤول اخر. مثل ما تعرف استاذ اكو بعض المناشدات والطلبات تحتاج تدخل اكثر من جهه، اكثر من وزاره، مرات وزارتين مرات ثلاث وزارات، تضافر الجهود على فد موضوع معين. فاحنا حلقه وصل ما بين هذه الاطراف، المواطن، المسؤول، الوزاره، لسماع شكاوى المواطنين وحلول سريعه وانيه. جيد، يعني بصراحه هذا خلاني يجي سؤال ببالي، بس احنا بدنا نسولف بيناتنا. لا تفضل. الله يسلمك يسلمك. الحريه. يعني هل وجد رئيس الوزراء بانه عدم اكو مثلا اهتمام من المسؤول والمواطن لهذا السبب شكل هذا؟ استاذ مثل ما تعرف انه اكو تلكؤات هوايه موجوده بدوائر الدوله، موجوده بالوزارات. اليوم اكو عده اسباب لهذه الامور، ممكن الضغط الشديد والكثافه اللي واللود الحاصل على هذه الدائره. ممكن اكو بعض المسؤولين ممكن هم يكون تفاعلهم مو قوي ويا المواطن، لكن احنا هنا دورنا كفريق تواصل حكومي كجروب واحد حكومه متواجد. يعني انتم عندكم هذا جروب واحد حكومه؟ نعم، هو جروب واحد حكومه وفريق تواصل حكومي. يوجد بالجروب 20 وزير، 450 مدير عام تابعين لكل الوزارات والهيئات وحتى جهات غير حكوميه. من نستلم المناشده او الطلب راح توضع بهذا الجروب. المشرفين على هذا الجروب كل واحد واختصاصه يحيلها للجهه المعنيه. ممكن مناشده او طلب يخص جانب وزاره التربيه، عندنا اختصاص بهذا الجانب. وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ايضا عندنا اختصاص بهذا الجانب. وتروح للمدير العام المختص. طبعا احنا الجهه الوحده ما مخلين شخص واحد، عده اشخاص. فما راح تكون توصل عند المناشده بذاك الوقت، احنا راح نبقى ننتظر من عنده هل هي انجزت، هل هي قيد الانجاز، هل هي غير منجزه. فتره زمنيه محدده تخلون المسؤول لو اكو بعض المناشدات تحل بنفس الدقيقه. اي نعم، واكو مناشدات تحتاج يوم او يومين. زي هذا جروب واحد حكومه لكل الناس تدخل له فقط، بس انتم تجيكم مناشدات عبر وسائل التواصل؟ استاذ هذا الجروب قلت لك موجود ب 450 مدير عام، 20 وزير، المشرفين ايضا اللي موجودين على هذا الجروب. هسه انت اذا تسالني شلون المواطن يوصل صوته، اولا احنا عندنا قسم خاص بينا كفريق تواصل اسمه قسم الرصد، يعمل كخليه النحل 3 شفتات باليوم الواحد. قسم الرصد احنا متابعين 17 برنامج تلفزيوني تابع لقنوات فضائيه. هذا رقم واحد. رقم اثنين متابعين المناشدات اللي تجي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. دكتور تعرف اليوم ما اعتقد اكو بيت بالعراق الا قليل يعني ما عندهم هذا الهاتف الذكي. ممكن ان ينشر مناشدته. احنا قلت لك عندنا قسم الرصد، احنا مرات عندنا موضوع بعد يعني شخصيا يدزوا انه بعد ما دازي انه يعني خلال هذا الوقت ممكن يوصلنا من خلال قسم الرصد. قسم الرصد يحصل عليه ويدزه للجروب، بعد الجروب ياخذ هذه المناشده ويتعامل وياها. جيد، عندكم ابلكيشن شيء فد شيء؟ يعني فد برنامج معين عن طريق النت كذا؟ قلت لك 17 برنامج تلفزيوني. لا برنامج عن يعني بالموبايل، يعني انا ممكن ادخل على برنامج معين، شلون مثلا كي كارد او كذا. عندنا برنامج قناه اسمها تواصل مع
موجودة على التليجرام. على التليجرام؟ اي نعم على التليجرام. ايضا هم تقريبا نفس الآلية. انه عندنا شبكة تسمع شكاوى المواطنين وننقلها الى هذا الجروب. طبعا استاذ اكو ملاحظة هنا مهمة. اليوم اكو ناس ما عندها هذا الموبايل الهاتف الذكي، او لربما عنده هذا الهاتف الذكي بس ما عنده ثقافة انه شلون يرسل مناشدته. هنا ارتأى رئيس الوزراء الى ان يكون عملنا ميداني. يعني احنا ممكن في وقت اخر من البرنامج نشرح لك على عملنا الميداني شلون صار. واضح من الأسئلة. اي فاكو ناس ما يقدر يوصل صوت. واضح. فعندنا واحدة من الحملات اللي امر بها دولة رئيس الوزراء اللي اسمها حملة بينهن. بدينا في بغداد. احنا لحد الان في بغداد نزلنا قرابة 70 منطقة في بغداد. طبعا ايش نستهدف؟ نستهدف المناطق الضعيفة خدميا باطراف وحزام بغداد، ايضا في وسط بغداد، يعني المناطق الاكثر شيء الزراعية والعشوائية. ندخل عليها ونسمع شكاوى المواطنين ونحلها. البارحة انتم زايرين مناطق بغداد من الصدرية وكذا وسميتوها العريقة. اي نعم. شنو هذا الهدف من زيارة؟ ضمن الجدول اللي مخليه ضمن فريق التواصل الحكومة وبالتحديد حملة بينهن مخلين عندنا جدول بالمناطق. مثل ما قلت لك اكو مناطق نستهدفها، مناطق الزراعي، مناطق العشوائيات، وايضا اكو مناطق في وسط بغداد دكتور، اكو مناطق هذه مثل ما قلت انت العريقة، مناطق عمرها كذا سنة صح، وفالخدمات بها ضعيفة، المواطنين بها ناس بسطاء، يحتاج احد يسمعهم، يسمع شكاويهم، يسمع طلباتهم. فدخلنا المناطق، طبعا هي مو قبل يومين، قبل عدة ايام، مناطق الكفاح. الخبر ايش قريته؟ اي نعم العفو، مناطق الكفاح، مناطق الصدرية، السباع، بالاضافة الى بقية المناطق اللي دخلناها. جيد. يعني شنو مدى صلاحياتكم؟ هسه انتم اعضاء، يعني تفرض سلطة على المسؤول، لقيت خلل معين شو راح تعالجوه؟ عندكم اكيد مهامكم وصلاحياتكم، شنو صلاحياتكم انتم؟ مثل ما قلت لك دكتور، احنا مو بديل للوزارات، لكن اليوم احنا حلقة توصل بين المسؤول والمواطن. يعني بالتالي من تجي تقرا الوضع احنا ساندين للوزارات، ساند المدير العام، ساند الوزارة. ليش؟ اليوم المدير العام هم عنده معوقات. اليوم من تجي مناشدة ويقول لك انا هذا مو ضمن حدود صلاحياتي، او اكو فد عارض معين، او يحتاج تغيير قانون، احنا هذا ساندين للمدير العام، ساندين للوزاره، ساندين للمسؤول. بالتالي هذا الاسناد راح يصب بمصلحه من؟ مصلحه المواطن. جيد. اكو عندكم رقم هاتف معين وضعتوه لاستقبال الشكاوى؟ بصراحه لحد الان يعني ما مفعلين هذا رقم الهاتف، لكن الايام المقبله ان شاء الله راح نفعله. جيد. يعني اذا اريد اروح لوزاره معينه اكيد القى قسم الشكاوى، صح لو لا، او صندوق شكاوى؟ استاذ طبعا هذا السؤال كلش مهم. اليوم احنا كفريق تواصل حكومي للاسف عندنا بعض الوزارات قسم الشكاوى، قسم شؤون المواطنين غير مفعل. لحد الان زرنا تقريبا 10 وزارات، فريق متخصص من فريق التواصل الحكومي تواصلنا ويا اقسام شؤون المواطنين لكل الوزارات. اول ما نبدي بالتحاور لهم نسمع المشاكل اللي عنده، لربما هو عنده مشاكل. ابو الشكاوى عنده مشاكل. اي نعم ابو الشكاوى عنده مشاكل. يعني بصراحه خلينا نقولها، اجتمعنا ممثلين اقسام شؤون المواطنين التابعه لكل وزارات، سمعنا بهم انه حتى الموظفين يعني يحاولون يتهربون من هذا القسم. يعني يعتبره فشي صعب. بس صدقني احنا ورئيس الوزراء بالتحديد يشوف مفتاح النجاح للوزارة هو قسم شؤون المواطنين. صحيح صحيح. فاحنا الحمد لله وشكر قلت لك عندنا فريق هسه يصير تنسيق. طبعا احنا عندنا تنسيق مسبق، لكن راح نفعل دور اقسام شؤون المواطنين والشكاوى. جيد. اكو دائرة انا اذكرها بالامانة العامة لمجلس الوزراء اسمها دائرة التنسيق الحكومي وشكاوى المواطنين، هي ايضا مسؤولة على شكاوى المواطنين. يعني هاي الدائرة اما تتفعل او يصير تفاعل بيناتكم، واما هذيك تتوقف وتحال الصلاحيات. استاذ هي بالامانه العامه، اليوم احنا الامانه العامه ممكن مو اي شخص يقدر يوصل. صح. اليوم احنا نزلنا بعد، احنا نزلنا الوزارات، نوب عفنا الوزارات نزلنا للشارع حتى نكون بالقرب من المواطن. جيد. وصلتوا للارياف، المناطق النائيه، كل المحافظات وفقط بغداد؟ احنا مثل ما قلت لك بدينا في بغداد، فريق واحد حكومه تشعب شغله وتوسع.
اليوم قمنا نسمع مناشدات تجي من بقية المحافظات. ارتئينا في فريق التواصل الحكومي، مثل ما تعرف احنا جروبنا واحد حكومة، صار التوجه الى ان نفتح في كل محافظة واحد، يعني هسه عندنا واحد نجف، واحد ذي قار. هذا مكتب يصير لو جروب جروب طبعا هو منو اللي موجودين بالجروب؟ هم نفسهم اللي موجودين هسه مثلا ممثلين الوزارات اللي موجودين بالمحافظة، صحيح ممثلين الوحدات الإدارية، هم نفسهم موجودين، جمعناهم بجروب. جيد. طبعا ينضاف منو بالجروب؟ وجهاء العشائر. اي نعم، بعد هذا وجهاء العشائر يكون عندهم مناقلي المشاكل طبعا يعرف المشاكل اللي موجوده بالمنطقه. ايضا ممثلين منظمات المجتمع المدني. جيد. اليوم مو كان ما راح ينشر بجروب خاص بي وبالمنطقه، راح ينشر المناشده وين موجوده. طبعا هاي دعوه لك اذا تحب ان نضيفك بجروب واحد حكومه او بجروب احد المحافظات حتى تعرف اليه العمل شلون تكون وطريقه تعاملنا احنا. ان الشرف طريقه تعاملنا احنا كفريق تواصل حكومي مع المدراء العامين مع المواطن شلون نتعامل ويا المناشدة. شلون شفتوا التفاعل؟ يعني هسه انتم خطيتوا ايش خطوه؟ صار لكم من الشهر السابع اعتقد مو اي العام السابع الى يعني هسه تقريبا راح يصير سنه تقريبا. شلون شفتوا التفاعل من اول يوم الى الان؟ يعني هل هناك حل مشاكل حقيقيه؟ شفتوا بانه اكو رده فعل ايجابيه باتجاهكم؟ لان الاستمراريه هي تاتي بالتاكيد من خلال دعم معنوي، بين اكو منتج الناس يشوفون منتج فيصير عندكم استمراريه، اما اذا لا ناس ما شافت شيء من عندكم فما راح تصير استمراريه، فيصير موظف براتب معين تتقاضى وتعلم. دكتور انت اليوم من ترسم كيرف مخطط بياني من نشوف نسبه الانجاز من 60% بالشهور السابقه، 60% نسبه انجاز، وصلت 70%، وصلت 75% للشهر اللي عبر، وصلنا الى 79% من نسب انجاز، ونطمح ان نوصل طبعا 79% ل 11 ل 21% اللي بقت مو معناها غير منجزه بعد تاخذ اجراءات الانجاز. واكو مناشدات، يعني اكو مناشدات يحتاج لها تغيير قانون. مثلا واحده من المناشدات اللي دائما تتردد علينا هو اصحاب البطاقه الحمراء. شو اصحاب البطاقه؟ اصحاب البطاقه الحمراء اللي كانوا خارج العراق. اي لا لا، اللي كانوا هاربين ايام الخدمه ايام النظام السابق وتعرضوا الى بعض الامور، خصوصا اللي صار عنده بتر قطع قطع بالاذن. دول 42 الف واحد تقريبا، دول بصراحه يحتاج لهم تغيير قانون. ما اقدر انا امشي واحد واوقف البقيه، يعني قضيه تشريعيه. طبعا قضيه تشريعيه مع هذا هي موجوده هسه، موجوده تحت المداوله وامام انظار دوله رئيس الوزراء. فال 21% المناشدات حتى نوصل 100% مو معناها انه هي غير منجزه، لان احنا ما نقدر ننجزها. لا، اكو مناشدات تحتاج وقت، اكو مناشدات تحتاج تغيير قانون. فان شاء الله نطمح انه ال 79% تعبر. استاذ قاسم، يعني كل المشاكل هسه انا عندي مثلا مشكله بالصحه، عندي مشكله بالبلديه، عندي مشكله بالكهرباء، عندي كذا، كل هاي المشاكل ما عندنا اي مشكله نوقف عندهم. كل المشاكل اللي خاصة بكل الوزارات، قلت لك 20 وزير موجودين، 450 مدير عام تابع لكل الوزارات والهيئات. هذا الحين السؤال، شنو طبيعة علاقتكم بالوزارات؟ اكو تعاون في مكتب رئيس الوزراء؟ يا الله يتعاون. لا لا ان شاء الله. لا 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 ما يخفى. لا بصراحة طبعا انت يعني قلم حر على تبيك واعلام حر. هم وجه دعوة الى مثلا تختار لك اي مدير عام موجود بالجروب. والله ما بتعاوني. ها ويا الاعلام؟ لا 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 افك من الاعلام. استضيفه وانت خب نقل مباشر. تقدر تساله على طبيعه التعامل بين فريق التواصل وبينك. صدقني احنا داعمين للمدراء العامين وممثلين الوحدات الاداريه قبل ما نكون داعمين للمواطن. لان بالتالي منو راح يكون مستفيد؟ من هو يخدم صحيح؟ هو راح يستفيد المواطن. صحيح. فاحنا تعاملنا وياهم، علاقتنا بهم الحمد لله والشكر، بغض النظر عن احنا رئاسة وزراء اعلى ادنى، لا ما عدنا هذا الموضوع. جيد. يعني قبل اقرا كان الفريق التواصل الالكتروني الحكومي، شنو تغير؟ شلتوا الالكتروني؟ يعني بعد ما تعامل وياك الكترونيا لو شنو؟ انا اقول لك شلون صار. احنا قبل بدينا مثل ما قلت لك بالفريق نتعامل الكترونيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الواتساب، التليجرام، عندنا صفحات موجوده
لكن مثل ما قلت لك مو كل الناس مو كل المواطنين صحيح يقدر صحيح يوصل صوته من خلال التواصل بس الالكتروني باقي طبعا الالكتروني باقي بس احنا اليوم من نكتب الكتروني يروح ذهن المواطن انه فقط الكتروني لكن من رفعنا الالكتروني فراح يكون ميداني الكتروني احنا عملنا ميداني مثل ما تدروا انت تعرف انه عندنا حملات ميدانية 4 حملات ميدانية موجودة فرفعنا الالكتروني فصار فريق التواصل الحكومي جيد ممتاز شلون يدعم رئيس الوزراء بصراحة ولا هو صاحب الفكرة يعني فكرة ايه يدعمها يعني لكن اكو مرات توصل الى احتياجات دعم مالي مثلا دعم لوجستي وفر لكم كل هاي الامكانيات حتى تنجحون استاذ قبل ما احكي لك عن اللي موفر لنا دولة رئيس الوزراء انه احب اقول لك انه تقرير اسبوعي يصعد الى رئيس الوزراء بالانجازات اللي سويناها ونسب الانجاز ونسب قيد الانجاز ونسب عدم الانجاز طبعا هذا عدم الانجاز راح يخلينا وين نروح نروح انه احنا محتاجين الى دعم في احدى الجلسات الاعتياديه لمجلس الوزراء اعتقد الجلسه 50 اللي كانت في 12/12/2023 وجه رئيس الوزراء كل الوزارات وخصوصا الخدميه بتقديم الدعم المالي والضروري لتعزيز نشاط فريق التواصل الحكومي فهذا دعم قوي من رئيس الوزراء يعني من يراقب من؟ يعني أنتم فريق وتابع لمكتب رئيس الوزراء فريق حكومي يعني موظفين من يتابعكم؟ استاذ مثل ما تعرف احنا اكو رئيس فريق اللي هو استاذ عمار منعم اكو نائب رئيس فريق اللي هو الاستاذ عدنان العربي ايضا احنا استاذ شوف اليوم من تجينا مناشدة ونستلمها احنا مطالبين بان نطي بها موقف المناشدة اللي ما نطي بيها موقف لا اكو متابعة عندنا فريق خاص فريق المتابعة يتابع اليوم جانب التربوي اجت مثلا فد 30 مناشدة ال 30 مناشدة مطالب ابو الجانب التربية انه لازم ينطي منجز انجزت 25 الخمسة شنو وضعها ورا يومين ثلاثة هم لازم ينطي بيها هم لازم من جانب الصحي جانب التربوي الرعاية الاجتماعية كل الوزارات احنا كفريق تواصل حكومي كل وزارة عندنا معرف من فريق التواصل للوزارة المعنية للوزارة بالإضافة لهذا قلت لك عندنا مدراء عامين عندنا شؤون المواطنين تابعة للوزارات كافة شو كنت توصل مثلا باليوم الواحد مشاكل عليكم أستاذ هذا السؤال هذا السؤال العفو يعني إحنا اليوم عندنا فريق التواصل حكومي جروب واحد حكومة الأعداد اللي تجي تختلف عن شنو عن الحملات اللي موجودة البقية لا أنا دا حكي بعدين نحكي على الحملات ايه؟ عندي سؤال على الحملات لا قصد على الشكاوى والمشاكل المواطنين اللي تبرق مستمرة الكل. احنا لحد الساعة بالوحدة بالليل طبعا هذا سؤال ما اقدر اجاوبك عليه يعني أداة كل شو لا هو بالتأكيد هو ايه؟ ماكو عندنا يعني تشخيص عدد محدد لكن توصل بالآلاف باليوم مثلا اكو استاذ خليني اقول لك شغلة اكو مناشدة واحدة هي تشمل الجميع يعني. يكون صح. عدد المستفيدين بها بالالاف صحيح آلاف. اتفق وياك مناشده واحده صحيح فاذا تحكي لي على نسبه المستفيدين فهي لا عبرت الالاف جميل اي نعم جميل الحملات نرجع على الحملات انتم بديتوا بحمله بينهن واكو ايضا حملات يا ريت تعرف الناس شنو الحملات مثل ما قلت لك انه كان السبب من وراء انطلاق حمله بينهن كان التعامل فريق التواصل الحكومي هو الكتروني من خلال الموبايل من خلال البرامج اللي نتابعها من خلال القنوات الفضائية ارتأى دولة رئيس الوزراء على أن يكون عمل ميداني لأن مو كل الناس تقدر توصل صوتها من خلال الموبايل صحيح شو نستهدف؟ نستهدف المناطق الضعيفة خدميا المناطق المتواضعة المناطق البسيطة مثل ما قلت لك احنا وصلنا قرابة 70 منطقة في أطراف وحزام بغداد أيضا في وسط بغداد تقريبا المناطق اغلبيتها كانت الزراعي المناطق عشوائيات المناطق القديمه مثل ما قلت المناطق العريقه اللي موجوده استهدفنا هذه المناطق جد يعني وصلتوا العشوائيات يعني واكو عندكم فريق الجهد الخدمي اي نعم الحكومي هاي صار عندكم تعاون وياها طبعا هو فريق الجهد الخدمي احنا مرات اثناء مسيراتنا الميدانيه ممكن نلاحظ بعض الملاحظات هذه الملاحظات ننقلها لمن الى فريق الجهد الخدمي اكو عندنا مثلا مناطق كانت ما مشموله بالخدمات لعام 2024 من خلال عملنا الميداني
اتضح لكم اتضح انه هذه المناطق تحتاج، فانضافت بالحزمه الثانيه لعام 2024. هاي على سبيل المثال طبعا احكي. اي نعم. تسالني عن حمله بين اهلنا، حمله بين اهلنا حمله ميدانيه منزل هذه المناطق اللي ذكرت لك اياها بوجود اكثر من 10 وزارات وجهات قطاعيه تنزل ميدانيا للمنطقه. طبعا ايضا وجود مستشفى متنقل تابع لجمعيه الهلال الاحمر العراقي. تعاون؟ اي نعم. طبعا جمعيه الهلال الاحمر لها دور كبير بحملاتنا. اي نعم. ايضا وزاره الصحه، اذا تعطيني مجال اتحدث لك عن دور وزاره الصحه بالحمله. المنطقه اللي ينزلها يكون مستشفى متنقل ينزل ويانا ميدانيا طبعا ويا اطباء اختصاص. هنا شلون يتعاملون ويا الحالات؟ وزاره الصحه العراقيه تقسم الحالات المرضيه اللي موجوده بالعراق ثلاث اقسام: برايمري، سكندري، ثيردي. يعني العفو الاولي اللي هي بسيطه، والمتوسطه، والمستعصيه. الحالات اللي تجينا ميدانيا الطبيب الاختصاص يعاينها سريريا. اكو شغلات بسيطه يعني ينطي علاج مباشره. اما الحالات المتوسطه والحالات الصعبه قسم شؤون المواطنين لوزاره الصحه يكون حاضر ويانا. راح يصير تنسيق بين قسم شؤون المواطنين وزاره الصحه والطبيب الاختصاص اللي جاي ويانا منين هم من وزاره الصحه. يشوفون الحاله يعينوها يحولوها للمستشفى المعني. طبيب طبعا يعينها حاله. طبعا ما توقفنا هذا الحد، يكون عندنا عنصر ارتباط موجود بالمستشفى المعني راح يستقبل الحاله اللي تجي من خلال حملتنا، حمله بين اهلنا، ويقوم له باجراء اللازم. مئات العمليات الحمد لله والشكر اللي قدرنا نؤديها. فقط المستفيدين من حمله بين اهلنا بجانب وزاره الصحه في بغداد فقط قرابه 2500 مستفيد. اي نعم. اما بقيه الوزارات يكون لها دور ايضا يعني. جيد. اكو حملتين العراق خويتي يمكن او ايه العراق خويتي وحمله مدرسه جبل. اي حمله العراق خويتي نستهدف المواطنين الفقراء، المواطنين المشمولين براتب الرعايه الاجتماعيه باصدار البطاقه لهم مجانا. البطاقه الوطنيه. البطاقه الوطنيه. تعرف استاذ اكو بعض الرسوم صح اللي موجوده انه لازم يدفعها المواطن، استثنيناهم من الرسوم. جيد. استثنيناهم من موضوع اخر اللي هو كل الناس تعاني من عنده، موضوع التاخير، موضوع الحجز المسبق. استثنيناهم من موضوع الحجز المسبق، يعني يوم المواطن يروح اللي عنده راتب رعايه اجتماعيه مباشره الاجراءات تكمل وما يدفع الرسوم. وين يروح؟ يروح دائره النفوس الخاصه به. يعني اذا اخذ لهم هويه او شيء. نعم، هويته يثبت انه هو يستلم راتب رعايه اجتماعيه. طبعا احنا هم عندنا قاعده بيانات زودتنا بها وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، فكل واحد يروح هم نعرف الاعداد قد اللي موجوده. طبعا بدون حجز مسبق مباشره اجراءات تصوير، نعطي موعد ثاني يوم او ثالث يوم يستلم البطاقه. زين، هاي وزاره الداخليه عندها علم بالموضوع؟ استاذ ليش قلت لك عندنا احنا مرات ننسق بين وزارات. هسه هاي وزاره الداخليه مع وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ومع منو؟ مع فريق التواصل الحكومي. طبعا وزاره الداخليه اصلا هو رئيس حمله العراق هويتي. طبعا تحيه لو نشأت مسؤول على الكل. اما احكي لك على وزاره، احكي لك عن حمله العراق هويتي، مسؤولها العقيد سيف طبعا تحيه له، اللي هو تابع له وزاره الداخليه. فاحنا قروبنا بوزاره الداخليه، بوزاره الدفاع، بوزارة عمل وشؤون اجتماعية، بكل الوزارات. ما جتكم مثل مشكلة يا باب ما تعاونوا ويانا؟ لا لا الحمد لله، احنا اصلا موجودين ميدانيا، موجودين يعني فرقنا خاصة موجودة بكل الدوائر اللي تابعة لفوز. يعني اكو شنو المميز بيكم؟ يعني يلق معين مكتوب بي، شلون اعرفكم؟ انا هسه مواطن. والله هسه انتم دوركم، انتم يعني هم نعتب عليكم انتم. هذه الامور نزلوا لازم نشوفوها، اخذوا اراء المواطنين. لا لا هو من باكر. اي تفضل. لا استاذ قاسم، هسه انا رحت دائره الحمايه الاجتماعيه او رحت اطلع البطاقه الوطنيه، ابي ادور على فريق التواصل الحكومي، شلون اعرفه؟ عندنا يلك خاص بينا، هو هذا التعريف موجود. حملاتنا الميدانيه ننزل احنا كنا مرتدين اليلك الازرق الخاص بفريق التواصل. اي نعم. جميل، ممتاز. لكن احنا دكتور خل اقول لك اياها بصراحه، غير احنا مظلومين اعلاميا. مولد انا اسمع بصراحه انا قاسم نصفتكم من البدايه. صحيح. وقلت لكم عندكم جهد، وهذا الناس خلت تعرف شنو جهدكم.
لكن اعلاميا بصراحه ما اعرفكم. دكتور خل اقول لك شيء ثق، انه احنا ما مهتمين بجانب الاعلامي بقدر ما مهتمين بالجانب الفعلي للخدمات. احسن انا بس انا شلون اعرفكم هسه؟ قلت لك اني انا شلون اعرفكم؟ اعرفكم مثلا من زيكم. هذا الجهد انا خب هذا فخر ان الناس تكون خدمه الناس، لازم علي هذا معنويا ندعمك اني انا كمواطن من اقول جزاهم الله خير وبارك الله بيهم. هذا هذا في ظهر غريب صح لو لا، انا ادعو لك، لكن من تظهر للاعلام وان ان يكون دعم معنوي لك هذا دافع كبير ان تقدم عطاء اكبر. طبعا انا اشكرك على هذا النفس يا دكتور، لكن اكو موضوع، اكو اعلام حقيقي. طبعا مو معنى الاعلام اللي موجود هنا على بالعكس، هذا اعلام حقيقي واعلام واضح، لكن اكو اعلام حقيقي. اليوم من تنزل 10 وزارات الى منطقه بسيطه ونطرق الابواب ونسمع شكاويهم، هو ما يصدق بالبدايه، فعلا ما يصدق، ما يصدق. اقول له احنا مكتب رئاسه الوزراء ايش عندك شكوى تخص جانب صحي، جانب تربوي، جانب خدمي، جانب كهرباء، عمل وشؤون اجتماعيه؟ اي نعم لحد الان موجوده. هسه احنا هم نتمنى انه في يوم من الايام انت حضرتك ترافقنا ميدانيا، خدمتكم ان شاء الله، اعتبر نفسك احد الاطراف اللي موجودين بالفريق، لا خدمتكم ان شاء الله، ورافقنا ميدانيا نشوف اليه العمل شلون تصير. يعني احنا من نطرق الباب وواحد يقول احنا نقول احنا مكتب رئاسه الوزراء شنو مشكلتك؟ اكو بهم ما يصدقون يعني. فعلا احنا حتى بالفتره اللي صارت قبل انتخابات مجالس محافظات تقريبا 15 يوم بصراحه عانينا من موضوع معين، انه من نطرق الابواب راسا يسالك انت يا مرشح انت يا قائد. اي اكيد. فهاي ال 15 يوم قلنا لهم خلينا ناخذ هم استراحه، اي خلينا تعبر عبالهم يعني بس على موضوع الانتخابات. صحيح. زين او حمله مدرستي اجمل، انا سمعت منه كنت عمل دؤوب بصراحه يعني. حملة مدرستي أجمل طبعاً نستهدف المدارس اللي وضعها تعبان. تعرف إحنا اليوم الجانب التربة والأستاذ كلش ضعيف. وصلت المرحلة ثلاث دوامات. ثلاث دوامات انصدمت الموضوع في أحد المناطق، لقيت أحد المدارس بها أربع دوامات. الله أكبر. وبصراحة ما صدقت إلا أنا رحت شفتها. الله. يعني دوام أربع دوامات يعني ساعتين. إيه فعلاً ساعتين. لكن مثل ما تعرف إحنا خلنا نتكلم بجانب المدارس قبل ما نفوت بجانب مدرستي أجمل. اليوم عندنا مشروع القرض الصيني. بل السنوات السابقة كان بيها بعض التلكؤات. اليوم إحنا عندنا مدارس وصلت نسبة الإنجاز 90%. ممتاز. وعندنا مدارس لا يعني تقريبا شارفنا على أنه نسلمها. فقط في واحدة المناطق اللي موجودة ببغداد اللي هي أطراف بغداد منطقة الحسينية. حسينية الراشدية. عندنا 26 مدرسة. إن شاء الله. أكو بيهن وصل نسبة الإنجاز 90%. ان شاء الله العام الدراسي الجديد راح تنفتح هذه المدارس. كافه معاييرها يعني معايير طبعا استاذ مواصفات عاليه جدا، يعني من حيث البنايه، من حيث الامور اللي تتقدم للطلاب. قلت لك فقط في منطقه الحسيني 26 مدرسه، استاذ ترى 26 مدرسه اعتقد ضمن منطقه. صح منطقه تنتشل. هسه انت هذه الحسينيه ترى كبيره الحسينيه. طبعا كبيره استاذ، بس انت المدرسه المدرسة الواحدة الدوام الواحد على أقل تقدير شيلها 500 طالب. هاي بالإضافة للمدارس القديمة. طبعاً المدارس المدارس القديمة. إحنا هسا كدورنا ليش أنا جيتك على هذه المدارس؟ كدورنا إحنا بحملة مدرستي أجمل راح نجي للمدارس القديمة. وبدينا بها. طبعاً الحمد لله والشكر كمرحلة أولى إحنا الأستاذ عدنان العربي مسؤول على هذه الحملة، حملة مدرستي أجمل كمرحلة أولى مخصصين 1000 مدرسة. تدخل ضمن ترميم وإعادة تأهيل ضمن حملة مدرستي أجمل. أعتقد يعني أكو رسم خطة معينة بأن المدارس راح يصير عندها اكتفاء بسنة معينة ووضع الخطة حسب الخطة. أستاذ تعرف وضع المدارس اللي موجود وضع يعني ما أخفى عليك وضع تعبان. تعرف لقينا مدارس آيلة للسقوط صارها 4 سنوات محالة للسقوط، وأربع سنوات صار لها لم دومين بها الطلاب ولا هم مفلشيها وباني. 4 سنوات صار لها استاذ، لقينا مدارس حتى اكثر من 4 سنوات. الفكره اللي بدينا بيها بحمله مدرستي اجمل، احنا بالبدايه بدينا موضوع الرحلات. احنا صعب علينا العام 2024 وعندنا طلاب قاعدين بدون رحلات او رحله مزدوجه مال 2 طلاب قاعدين عليها 4. بدت الفكره انه نرفع الهياكل الحديديه اللي موجوده. دكتور لقينا هياكل حديدية صار لها 8 سنوات بالمدارس، 8 سنوات
بالكونات كبار اللي هي متنفس للطلاب لقيناها مملية. تعرف 8 سنوات شنو اللي صار؟ لقينا هياكل حديدية موجودة بالساحات، من رفعنا الهياكل الحديدية لقيناها مساحات ترابية. بمجرد ما رفعنا الهياكل الحديدية المساحات الترابية، خلينا أقسام الزراعة اللي موجودة ضمن البلديات بالمناطق المستهدفة، بمجرد ما رفعنا الهياكل الحديدية زرعنا هذه الساحات، المنطقة خضراء، صارت المدرسة حلوة. طبعا الرحلة كانت تكلف الدولة 79,000. من رفعنا الهياكل الحديدية تعرف احنا التربيات اللي موجودة ببغداد، عندنا 3 تربيات بجانب الكرخ و3 تربيات بجانب الرصافة، فعلنا دور المعامل اللي موجودة بيها. الهياكل الحديدية دزيناها للمعامل، صار الجهد الخدمي يشتغل على الرحلة. ايضا الجهد الخدمي، تحية للحشد الشعبي، معامل الحشد الشعبي يعني قبلت بلاء حسن بخصوص هذا المجال. كانت تصنع رحلات، لا هسه سوينا لهم، ارسلنا لهم الرحلات القديمة، سوينها إعادة تدوير. بالمناسبة الرحلة اللي من إعادة التدوير صارت أقوى، أحسن من الرحلات الجديدة. أثقل، الحديد مالها أقوى، المواصفات مال الخشب يعني حتى مواصفات حلوة، طبقة زيتية. قامت الرحلة تكلف الدولة 20,000 إعادة تدوير، يعني تقريبا 1 إلى 4، 25%. صحيح. حتى قدمنا طلب، يعني ولو بعد ما مفعل قدمنا طلب بعد من نصنع رحلات جديده، هم نخلص من الهياكل الحديديه اللي صايره مكبات عباره عن نفايات دكتور. صحيح. الحمد لله والشكر وضع المدارس بالنسبه لمدرستي اجمل، يضمن صبغ المدرسه بالكامل. طبعا العفو، الحمامات وضعها مزري، اعاده تاهيلها، الجانب النقاط الكهربائيه، الاناره، حتى بردات صبغ الابواب والشبابيك، الزجاج المكسور، كل هذه ونسلمها خلال 3 أيام فقط المدرسه. جيد. هي مو بس التربيه، هسه بالتعليم العالي هم ما عندنا حمامات من صغر. على العموم يعني البحث الاجتماعي يعني اعتقد كلش مهم، ولكم دور بي، لان ما دامكم توصلون ميدانيا للمناطق الفقيره اللي ما حد زايرها بصراحه، وليش هو عدم ثقه؟ والمواطن ليش عنده عدم ثقه باي حكومه؟ ما شاف اكو ناس متواصله وياه، هذا العنوان اسمه التواصل هو عنوان مهم بصراحه. تواصلت وياهم بالبحث الاجتماعي؟ اكو ناس محتاجه رعايه؟ زرتوهم؟ دكتور، واحده من اهم الجهات السانده والوزارات ضمن حمله بين اهلنا اللي انطلقت من خلال فريق التواصل الحكومي هي وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. طبعا المنطقه المستهدفه اللي ننزل لها حسب قراءتنا لها والكثافة السكانية اللي موجودة نطلب عدد من الباحثين. طبعا الباحث من يجي اقل تقدير جبيانا 4 باحثين. انا اذكر في احد المناطق اللي هي حي طارق اخذنا ويانا 10 باحثين. جيد. 10 باحثين يكون اليوزر وياه موجود. طبعا اكمال اجراءات، اصدار بطاقة، تقديم جديد بنفس اليوم، بنفس اليوم. اكمال الاجراءات تكون نفس اليوم، البحث نفس اليوم. تعرف اصدار البطاقه يحتاج وقت، اي ويحتاج الى وزاره. احنا وجبه واحده طلعت من عندنا، اصدار بطاقه 850 بطاقه من وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. طبعا من خلال برنامجكم شكر جزيل الى مدير قسم البحث الاجتماعي في وزاره العمل استاذ جاسم، يكون مرافقنا بكل الحملات الميدانيه اللي موجوده. وصل عدد المستفيدين فقط من الحمله استاذ، مو من الفريق كله، فقط من حمله بين اهلنا عبر ل 3000 مستفيد الخاصين فقط بوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. اكو ناس مقدمه بس طالب واحد بالضبط، نبحث له مباشره. اكو ناس بطاقه ما صدر، اكو ناس. شوف استاذ، مثل ما تعرف احنا كنا بانتظار الوجبه السابعه. انت قلوا العالم الناس راح تموت. شوف خليني اقول لك شغله استاذ، طبعا وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه احنا ضغطنا عليهم في عام 2023، تعرف عندهم ميزانية خاصة. كان العدد المقرر لهم هم 600,000 مواطن يستلمون راتب عائلة لو مستفيد. طبعا المستفيد هو عائلة يعني. لا يعني قصدي 600,000 طبعا عائلة. طبعا 600,000 عائلة. اي عائلة. اي طبعا 600,000 عائلة. هو 600,000 بطاقة، يعني البطاقة مرات بها 3 نفرات 4 5. هذا القصد. اي بصراحة احنا ضغطنا عليهم، خلينا 600,000 يوصل الى 900,000. ليش؟ لان حملاتنا الميدانيه من نشوف حالات صعبه لا بعد احنا نطلب من عندهم انه لازم يشملون هاي الاعداد. بالاضافه لهذا قلت لك يعني الفرق الاخرى اللي موجوده تابعه لمكتب رئاسه الوزراء
ايضا قسم شؤون المواطنين تابع لمكتب رئيس الوزراء، هم تجي حالات هم نحولها الى وزاره. ما تلقيكم شكاوى المواطنين في مكتب رئيس الوزراء؟ موجود قسم شؤون المواطنين مكتب رئيس الوزراء، فقط من حملتنا، فقط من حمله بين اهلنا وصل عدد المستفيدين اكثر من 1500 مستفيد فقط من حملتنا. اما عملهم هم طبعا مكتب شؤون قسم شؤون المواطنين مكتب رئيس الوزراء يعمل كخليه النحل. يعني انا مره من المرات رحت زرتهم بالمكتب، شفت قسم الرصد، قسم شلون يستقبلون الشكاوي، شلون يتعاملون وياها، يعني الشكوى عندهم ما تعبرهم نهائيا. ايضا فريق كامل، فريق خاص بهم ايضا، هو من نطلع ميدانيا يجون ممثلين من قسم شؤون المواطنين ويانا، مثل ما قلت لك 10 وزارات وجهات تكون موجوده ويانا بالحمل. جد عم بس موظفين او اكو متطوعين؟ لا اكو متطوعين موجودين ويانا، مثلا عندك جمعيه الهلال الاحمر الميدانيه بننزل مو اقل من 50 متطوع ينزل ويانا. شنو دورهم؟ توعيه صحيه. اي نعم. مرات نحتاج نطرق الابواب، تعرف منطقه كبيره صحيح، نحتاج ابو الهلال الاحمر من يطرق الابواب على المواطنين ويعطيهم توعيه، بالاضافه لهذا يقولهم انه مكتب رئاسه الوزراء جاي وعنده عده وزارات جايين وياهم، شنو مشكلتكم؟ فالمواطن مو كل مواطن يكون عندهم علم فعلا، فمن تطرق بابه راح يكون ايضا ويانا متطوعين، منظمات المجتمع المدني. واحده من طبعا احنا ما نريد نذكر اسماء وننسى اسماء، لا بالتاكيد، لكن عندنا فريق تطوعي لنبدا بالشعب في منطقه سبع قصور. طبعا مرافقين بعده حملات يكونون متواجدين ويانا، هم اصلا فرق تطوعيه يعملون الجانب خدمي. من التقينا بهم مره عن طريق الصدفه في احد المناطق، فاجوا ويانا بعد هم قاموا يعرضون اذا عندكم مناطق تنزلونها ميدانيا. اخر نزلوا ويانا في منطقه الدسيم التابعه الى مدينه الصدر. اي هم طبعا انت من تنزل ميداني تحتاج عدد، صحيح دكتور تحتاج عدد، ما تقدر تغطي، يعني يكون عندك كم هائل من المواطنين. فنقسم الادوار، ابو وزاره العمل هنا قاعد، ابو وزاره الصحه هنا قاعد، طبعا هذا يحتاج لتنظيم. هاي الفرق التطوعي هذا راح يكون دورها، يجي المواطن شنو احتياجك وزاره عمل يودوه على ابو وزاره العمل، جانب صحي على جانب الصحي، عنده مشكله بالكهرباء، عنده مشكله بالتربيه البلديه. يعني سر قاسم يعني من تروحون مكان معين يعني تخيمون لو شنو؟ ماذا افتح؟ لا بالشمس. اي والله صراحه بالشمس. وانت ايش قال شو صار؟ اي صراحه نعاني من هذا الموضوع. للطرفه ذاك اليوم احد الاخوان طلع قدامنا يحدد الموقع، قال والله لقيت خوش مكان في شجرتين حط لي الجواهر. يعطيكم الصحة والعافية ان شاء الله، جزاكم الله خير، الله يحفظك ويخليك، اتمنى لكم التوفيق بعملكم، نوالكم ان شاء الله، ساندين لكم ان شاء الله، جزاكم الله خير، اللي يقدم خدمة خلي على راسنا ونكون يد عون إلى ان شاء الله، واللي يبين اخفاقه بصراحة احنا نعلن عنه بكل شفافية. هذه هي بالحالة تقييمية، يعني نقوم الدائرة، نقوم المسؤول، نوضع إشارة على مكان من الخلل، بالتالي هو التكاملية من كل الجهات، كان بالإعلام بالمؤسسات الدولة والتشريعية كذلك. الأستاذ قاسم البدير عضو فريق التواصل الحكومي نائب رئيس حملة بينهن، شكرا لك، شكرا لسعة صدرك، شكرا لجميع الأجوبة اللي تم. الله يحفظك ويخليك. شكرا جزيلا لكل الأخوة، الأستاذ عمار وأيضا الأخ العربي على جهودهم، وعلى وشكرا لكل الموظفين الموجودين عندكم وايضا المتطوعين. شكرا جزيلا، شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام في ختام الحلقه يعني شكرنا، والكلام هذا الشكر اللي طلع هو من القلب بصراحه. اليوم الدعوات ان كان انسان في سلطه او انسان بسيط، ودعوته ان يكون الناس تدعم بالأمان بالخير. تعب اللي شافه العراقي ما شايفه واحد بالدول العالمية أصلا، مو العربية. صح احنا نشوف فلسطين وغزة ومعاناتهم أمام صمت عربي كبير من الحكومات وليس من الشعوب، بالتالي الشعوب هي مغلوبة على أمرها في زمن هيمنة وسلطة الدولة. الحمد لله وشكرا احنا طلعنا من هيمنة وسلطة الدولة. يوم تشوف مظاهرات، رغم اكو تحفظنا على بعض التظاهرات اللي يحرق اطارات بالشوارع وكذا، هذا مو بناء دولة، هذا مو عملية تسيير الحكومة او عمل الحكومة باتجاه الصحيح.
أو دعوة لحرق أو كذا مكاتب أو آخرين. لكن العراق أصبح أمثلة حقيقية، أصبح مثال يحتذى به. الحمد لله أشكر خلصنا من سلطة الدكتاتورية، لكن الشعوب العربية ما زالت اللي تتحدث عن الديمقراطية، أو أمريكا نفسها تتحدثت عن الديمقراطية، ما زالت العصا الديمقراطية تضرب بها المواطن الأمريكي أو المتجنس. الحمد لله بدينا ناخذ عافيتنا الآن. هي دعوة لكل إخواننا العراقيين، خلنا نتكاتف السيء والفاسد شخصا، أما عن طريق التواصل الاجتماعي أم عبر الإعلام. كل الإعلام مفتوح لكم حتى تبدون رأيكم، لكن مو بحرق بلدكم. هذه رسالة للأخوة اللي يردون بعد أيام نسوي لهم فد أشياء ممكن تخل بالنظام. أكو متنفس، أكو فد أمل بسيط لمستقبل قريب. مرينا بمراحل صعبة الإنسان أن يضاد بعدها، لكن الحمد لله أشكر بإرادة الجميع بوجود مرجعية، مرجعية الإمام السيد السيستاني الله يحفظه صمام الأمان، احنا نهض من جديد بالجهاد الكفائي، والحمد لله عيد الأمن للعراق وننعم بخير. ندعو من الله الأمان لهذا البلد. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لكل الأخوان في الاستوديو، وتقبلوا تحياتي أنا معد مقدم برنامج حازم الحربي. ألتقيكم بإذن تعالى يوم السبت القادم في تمام الساعة 9 مساء. في أمان الله.